This video is freeware, so you can use it as you wish. Gaddafi arrested. لم يتجاوزوا إذن مجرد صيغ الإدانة على قوتها، فالخلافات داخل مجلس الأمن الدولي كانت أعمق من أن تفرض التطورات الأخيرة في سوريا تمشيا جديدا وآليات تعامل مغايرة لتلك المعتمدة منذ بداية الاحتجاجات. حتى الأرقام على ضخامتها تبدو عاجزة عن إثارة أي تغيير في الموقف الدولي. آخر الأرقام تشير إلى مقتل نحو 2000 شخص منذ أواسط مارس الماضي، بينما فقد 3000 على الأقل في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 12000 في السجون السورية. لماذا لم يحرك مجلس الأمن ساكنا إذن؟ الشق المعارض لأي شكل من أشكال التصعيد مع دمشق والذي تقوده كل من روسيا والصين يرى أن على المجتمع الدولي تجنب ما وصفه بالأخطاء الفادحة التي ارتكبت في ليبيا وعلى رأسها التدخل العسكري. لكن ما السبيل لوقف نزيف الدم؟ منظمات دولية عدة وعلى رأسها منظمة العفو الدولية جددت توصيفها لما يجري في سوريا بالخروق الخطيرة التي لا يمكن البت فيها خارج إطار المحكمة الجنائية الدولية. الملف السوري يبدو استثنائيا إذن وسط كم الملفات الأخرى في منطقة تحبس أنفاسها في انتظار تشكل لها جديد، منطقة صامت فيها معظم الحكومات عن التطرق إلى دمشق وما يعصف بها. في هذه الأثناء تختلط الأوراق، أو هكذا يريدها البعض، على شاشة التلفزيون الرسمي رواية جديدة عن أحداث حماة. مجموعات مسلحة، يقول التلفزيون السوري، إنها انتشرت في شوارع المدينة وعلى أسطح البنايات مدججين بأسلحة رشاشة، والغاية فرض نوع من أنواع الإقامة الجبرية. رواية أخفلت ما تبرزه صور انتشار الدبابات في أرجاء حماة وشهادات عائلات امتحنت في فلذات أكبادها.